حسن ابراهيم احد العاملين بمكتب مساحه السين بلاويه، بشكو وبعاني من تفريق الحوافز اجباري 4 جنيه ونص في الشهر للواحد، وفي ناس بتاخد 600 و700 و1000 و200. صليت على النبي. وبنشتكي كمان من اللي هيطلع معاش بياخد زمايلنا طلعوا قضوا 36 سنه خدمه وبياخدوا 5000 جنيه، رغم ذلك في مؤسسات في وظائف تانية بيطلعهم بياخدوا 150,000 و200,000، احنا ناخد 5000 نعمل بهم ايه؟ ولا يقضوا ولا يشفعوا. دي اللي انا اقدر اقول عليه. وعاوزين يعني ايه نبقى زينا زي بتوع الهيئه، الهيئه بياخدوا حوافز 550%. واني الاساس بتاعه 350 جنيه. اطلع انا اخد 350 جنيه لعيالي يعملوا ايه؟ وشكرا يا باشا. من مديريه المساحه ضد اهلها تبع الهيئه في القاهره بنطالب بالحد الادنى للاجور، يا اما نتساوى زيهم 500%، وبنطالب كمان بزياده مكافاه نهايه الخدمه من 25 شهر ل 50 شهر تبع على الاساس بس.